كنتي مخطوفة، مين خطفك؟ كفارة، عبادة الشيطان. عبدة الشيطان؟ في مجموعة اسمها عبدة الشيطان خطفتك؟ ايه. كيف عرفتي انه هن عبدة الشيطان؟ خبروني، ولما كنت عم نزل عن ادهم انا كنت تحت التهديد. انا بحياتي ما حكي مع ادهم نابلسي. لحظة انجي خوري، انت ما بتعرفي ادهم نابلسي؟ لا، كل هالشي اللي كنا نشوفه على السوشيال ميديا كان مسرحيات؟ كان كذب؟ أنا كنت مجبورة. كنتي مجبورة تكذبي وتقولي إنك بتعرفي أدهم نابلسي وإنك على علاقة أنا معه؟ مخطوفة. مين اللي جبرك أنجي؟ عبادة الشيطان كفار. شو بدهم منك عبدي الشيطان؟ مؤامرة ضد أدهم نابلسي وضدي. ليه؟ بدهم ينزعوا له صيته. ليه؟ ليه برأيك؟ بدهم يؤذوه لأنه هو بربه. هو ليك كفار. هن كفار لأنه اعتزل الفن واختار طريق يعني الدين والقرآن، صح؟ برأيك، والالتزام الديني؟ صح. وليه استخدموك إلك أنجي ليحاربوا فيك أدهم النابلسي؟ ليه مش حدا غيرك؟ ما بعرف هذا الشيء، ما بعرفه. طب من شوي انجي قلتي لي انه كنت مع رفقاتك وحطوا لك منوم، وهلا عم بتقولي لي كنت مخطوفه. شو وين انا صح كنت مع رفقاتي، بس انا رفقتي انا خلص. انا وقتها حكيت معي اول، خبرته للشاب اللي حكى معي وقلت له انه انا رفقتي انه جابت رفقاتها معه انا ما بعرفه. يعني استدرجتي اذا ما كنت بتعرفيهم لهدول الناس؟ لا. قد ايه خطفوك؟ قد ايه مدة الخطف كانت؟ وشو عملوا فيك لما خطفوك؟ ما هني كثير متذكرة، شربوني الشيء، أنا فقدت عقلي، متذكرة، ما بقى متذكرة. بأي بلد أنت اختطفتي أنجي؟ تركيا. كم قد ايه مدة الخطف؟ قد ايه خطفوك؟ ما هني متذكرة، بس كثير أنا فقدت عقلاتي، وكان آخر شيء على المستشفى. إجا خيي من ألمانيا أخذني على المستشفى. 3 شهر بالمستشفى فاقدة عقلاتي، ما بتذكر شيء، وشربوني دواء وهيك، حتى أنا شفيت من مرض الباي بولر. يعني هلا ما باخذ دواء أنا. أنت اليوم ما بتاخدي أدوية؟ لا، الحمد لله. هل حجابك عن قناعة أنجي؟ إيه الحمد لله، أنا تحجبت لربي مش للعالم. ممكن حدا يفكر إنه هيدا الحجاب هو مؤقت، هو ليثير البلبلة، هو ليثير التعاطف لتحكي العالم فيكي. ما بيهموني العالم. طلعت لأحكي عن أدهم، وأنا ما بدي السوشيال ميديا، أنا كل هالشي ما بدي. كيف هلا عم بتقضي وقتك أنجي؟ أنت تقربتي من الدين، قريتي قرآن، كيف؟ خبرينا عن يومياتك اليوم. أنا صار لي بس شهر منيح، وأقل من شهر كمان. نعم، ولكن الحجاب هو مش فقط لباس على الرأس، هو سلوك ومبادئ وأخلاق. أنت قادرة تلتزمي بشروط الحجاب؟ شو يعني؟ خبريني هلأ كيف تعيشي يومياتك؟ صح. أنا ما عم بطلع مطرح، لأنه الحمد لله بصلي وبقرأ قرآن. نعم، لما تصلي وتقري قرآن شو اللي بتشعري فيه أنجي؟ عارفة إنه أنا لما أنا بصلي كتير برتاح. حجابك هو حجاب يعني شرعي نوعا ما، هلا في طبعا التبرج هيدا امر اخر، ولكن انت لابسه زي شرعي، انت ممكن تلبسي زي يعني يرجع يبرز مفاتن جسمك، او هيدا هو الحجاب اللي انت اخترتيه؟ لا، انا هيك، انا مو يعني عبايه وحشاب. عبايه وهيدا الغطاء على الراس. هيدي المقابله الاخيره لإلك انجي خوري؟ ما بدك تطلي بقى على الإعلام؟ أبدا. ولا على السوشيال ميديا؟ أبدا، أنا بس طلعت لوضح عن أدهم نابلسي. طلعتي لتوضحي عن قصة أدهم نابلسي والكذب بهيدا الموضوع والافتراء على الفنان أدهم نابلسي. أنا تقربت من ربي الحمد لله،
وسمحت الكل، كل حدا أذاني سمحتهم، والسوشيال ميديا كلها ما بدي إياها وخلص. نحن منقول توبة نصوحة، هل أنت خلص تبتي ولا ما رح بقى نسمع إنه أنجي شلحت الحجاب أو عملت هيدي القصة لترجع تستعطف الناس أو تعمل بلبلة وجدل؟ لا الحمد لله ما بدي. أوكي، شكرا لك أنجي خوري، برجع بقول لك ألف مبروك حجابك، وبتمنى لك السلام والراحة من جوا ومن برا.